اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن اشرف ممدوح. ازيك يا اشرف؟ كابتن اسلام وحشني جدا وسعيد دايما بوجودي معاك، وان شاء الله يكون يعني وشينا خير كده ان شاء الله على النادي الاهلي باذن الله في المباراه القادمه باذن الله ان شاء الله. بتشوف المباراه الاولى ازاي؟ يعني طبعا احنا داخلين على المباراه الثانيه خلاص، ولكن برضو عايز اعرف رايك الفني في المباراه الاولى. النادي الاهلي قدم مباراه جيده، يعني نتيجه ايجابيه، كان طبعا يعني الافضل انه يكون في نتيجه افضل من كده باحراز هدف او هدفين، لكن الترجي من الفرق الكبيره جدا اسلام. انت صحيح. طبعا عاصرت جيل عظيم في النادي الاهلي، وكنت واحد من اهم نجومه ولعبت المباريات الكبيره دي، وتعرف ان فريق الترجي من الفرق المتمرسه في افريقيا اللي عندها خبرات كبيره جدا جدا، واعتقد ان كاردوزو ما اضافش كتير، يعني المدير الفني للترجي. بالعكس، ده في ناس بتقول ان هو يعني اضافه قويه، هو اللي اضافه قويه لمجموعه اللعيبه اللي موجوده. يعني يعني خلينا اقول، انت طبعا يعني لعبت كتير جدا اكيد طبعا مع النادي الاهلي في افريقيا، ولعبت امام الترجي كتير، وتعرف طريقه الترجي في المواجهات الكبيره. صحيح. يعني هو نفس الطريقه بنفس الاسلوب، ما اتغيرتش من سنوات طويله جدا. صحيح، ولكن انت عارف السنين اللي فاتت الترجي برضو كان عنده دروب شويه في بعض دروب وفي تخاذل في النتائج او سوء نتائج، لكن انا بتكلم على الطريقه. أوكي. طريقه اللعب ما اتغيرتش. المفترض ان يكون في مدير فني جديد، يعني كاردوزو اعتقد انه في كل، حتى في اوروبا وفي الفرق اللي تولاها قبل كده ما حققش اي نتائج ايجابيه. لكن مع الترجي اعتقد انه ما اضافش لطريقه اللعب، ما اضافش ل، يمكن اتطور شويه في التمركز او النواحي الدفاعيه، لكن النواحي الهجوميه الترجي على مدار 13 مباراه من بدايه دوري ابطال افريقيا احرز 9 اهداف ودخل مرمى 3 اهداف. النتيجه من ده ايه، او يقول لنا او تقول لنا ايه الاحصائيات دي، انه حتى الثلاث اهداف اللي دخلوا مرمى في مباراه واحده امام الهلال السوداني. صحيح. يعني 12 مباراة بدون شبكة، بدون أهداف، وبالتالي هو لم يطور في النواحي الهجومية. فريق الترجي متمرس جدا جدا من سنوات طويلة جدا في النواحي الدفاعية والتمركز وتضييق المساحات والتكتلات الدفاعية. أعتقد أنه ما أضافش كتير، لكن فريق الترجي من فترة صحيح حصل تخاذل وحصل سوء نتائج، ابتدت الأمور تبقى أفضل شوية. أمام النادي الأهلي احترام شديد جدا جدا، يعني أمام النادي الأهلي في مباراة الذهاب هناك، ويمكن قبل مباراة النادي الأهلي هناك أنا قلت أنه الترجي مش هيكون عنده دوافع كبيرة جدا أنه يفوز. هو أهم ما يميز كاردوزا أو فريق الترجي، أو أهم ما يهمهم من الخروج من هذه المباراة، أنه ما يستقبلش أهداف. وأعتقد أن دي طريقة لعب الترجي في حتى في دوري ابطال افريقيا من بدايته. لو لاحظت اسلام ان كل النتائج اللقاءات اللي خاضها 1-0 2-0 0-0 التعادل، يعني في مباراه خرج منها بضربات الجزاء الترجيحيه، وبالتالي ما عندوش النزعه الهجوميه الكبيره اللي تخوفك، لكن هي ده طريقه اللعب، انه بيخرج بنتيجه ايجابيه بالظبط، وصل للنهائي. وصل للنهائي. صحيح، هي نتيجه ايجابيه، وصل للنهائي، لكن ما عندوش يعني النزعه الهجوميه الكبيره اللي تقلقك. النادي الاهلي هناك الحقيقه، وعلى عكس ده تماما، النادي الاهلي في 13 مباراه اللي خاضهم في دوري ابطال افريقيا الافضل هجوميا ب 19 هدف، استقبل هدف واحد في كل لقاءاته حتى مباراه الترجي اللي فاتت. افضل الخطوط على النادي الاهلي بالتاكيد هي الخطوط الهجوميه، وبالتالي كان في احترام شديد جدا جدا من فريق الترجي للنادي الاهلي في المباراه الاولى. اعتقد ان ده صعب المهمة جدا على النادي الأهلي هناك، وكان ممكن أننا نحرز أهداف، لكن أنا شايفها نتيجة إيجابية في مجمل المباراة. أعتقد أن الشوط الثاني هنا هيكون أصعب في التعامل، هيكون على مستر كولر إيجاد حلول كبيرة جدا في الناحية الهجومية، سواء من الأطراف أو من العمق، الاختراقات، التصويب، يعني أعتقد أن هيكون في تفكير بطريقة أخرى جدا علشان يقدر يخترق هذه التكتلات الدفاعية الكبيرة جدا اللي أصبح الترجي أعتقد أنه من أفضل الفرق أفريقيا في، أو متمرس بشكل كبير جدا جدا في النواحي الدفاعية.